اني بان شعطوطة. او ماي جود، اني بان بشعة، مانيش كاع بان شابة. اوف، اهلا مرحبا بكم، عام جديد 2021، نتمنى يدخل عليكم بالصحة. اكدوا لي على الصحة والهنا وراحة البال، ونتمنى كامل الاحلام تاعكم تتحقق. اللي في قلبه حاجه يكتبها لي تحت في لي كومونتير، ندعو لبعضنا. راني درتها لكم في الانستغرام وعجبتكم بزاف هذه الفكره تاع انه كل واحد يكتب لنا الحاجه اللي متمنيها وندعو لبعضنا. تدعي لبعض، ندعو لبعضنا، حاجه سي غراتوي مي قادره تفيد انسان واحد اخر، طلع له المورال. المهم، بمناسبه على المورال، خلوني نحكي لكم حاجه. العام اللي فات بزاف ناس شغل ما كانش عبالهم شا كان صاري معايا. انا 2020 كان صعيب علينا كاع، بصح انا 2020 دمرني، هرسني، كسرني، دار فيا اللي ما يندرش، كسرني من ناحية العائلية، من ناحية العملية، من كاع النواحي. والناس كشغل العام اللي فات درت لكم بالك زوج تاع لي فيديو ولا ثلاثة تاع لي فيديو، ودرت لكم شوية تاع اللايفات مانيش عاقلة. كشغل كنت ندير لايف باش زعما كنعمر لاشين باه ما يقولوش بلي ما كاينش ديرينا فيديوهات. سينو كشغل ما بزاف ناس كانوا يسقسوني دي هي واش صرالك، علاه ماكش تباني، احلام احلام بليتو احلام احلام، واش صرالك، علاه ماكش تباني، واش كاين. شوفوا، انا تعلمت حاجه من لي بارون تاعي. حنا في العائله تاعنا ما نقبلوش حاجه اسمها الضعف. الضعف ممنوع، يعني لما يكون في مرحله تاع الضعف تاعي ويكون مهرشه مدخل ومحطمه، عمري ولا راح نجي نشكيكم، وعمري ما راح نجي نحكي لكم. مش على جالكم نتوما، عبالي بلي نتوما تحبوني وراح توقفوا معايا وراح تعطوني الدعم المعنوي وراح تبقاو تقولوا لي بزاف كلام مليح. وبالمناسبه كتبوا لي شويه تاع كلام شباب، باسكو راني محتاجه محبه من عندكم. مي علاش؟ باسكو ماشي كاع اللي يتبع هاد لاشين معناها بنادم يبغيني. كاين ناس يتبعوها خاطرش يحوسوا نقطه تاع الضعف تاعي باش يقعدوا يضحكوا عليا، ولا يحوسوا على نقطه تاع الضعف تاعي، ولا يحوسوا يشوفوني مغبونه باش يستشفوا فيا. هذا واقع، الله غالب، ماشي كاع الناس اللي يتبعوني معناها يحبوني، كون فاهمين كيفاه. وانا كنت ضعيفه، يعني كان قادر واحد يقول لي كلمه ولا كانت تاثر فيا نبات نبكي، وما كنتش نحب نبات نبكي. حتى واحد فينا ما يحب يبات يبكي، كون فاهميني كيفاه. المهم خلوني نحكي لكم قبل ما عبالي راكم حابيني نحكي لكم على لامارك تاعي الجديده اللي هي كوين. راني درت ماركه جديده اسمها كوين احلام بنسي. كوين وهي مارك دو فاتمون، يعني للملابس، ملابس نسائيه ورجاليه. بزاف بنات وولاد قالوا لي دي هي كوين ما تكتبش كيما هكا، ما يكتبوش كوين كيما هكا. باع بالي بلي كوين ما تكتبش كيما هكا. في ميسكم، انا انسانه جامعيه ومتقفه ونهضر اونغلي غايه ونكتب اونغلي غايه، ما غاش نعرف كوين تكتب كيما هكا. باع عبالنا بلي كوين هذه هي كيما هكا تكتب كوين، بصح انا خيرت اني نكتبها بهذه الطريقه. علاش؟ على جوج زوج صوالح، باسكو كوين اللي تكتب كيما هكا ديجا كاين ناس مسيمين روحهم كوين، فاهمين كيفاه. مي كوين اللي كيما هذه حتى واحد ما كاين هذا الاسم، ماهوش كاين من قبل، يعني ولا تاعي ليا وحدي، فاهمين كيفاه. هذا الاسم ولا ليا وحدي، وحبيتها وكون سميتها كوين كيما هاك معناها راح تولي ماركه غير تاع نسا. مي نو، انا حابه الماركه تاعي تكون للنسا وتكون للرجال وتكون للدراري الكبار، تكون كامل انواع الافراد اللي في المجتمع، يعني رجال ونساء ورجال و whatever whoever بليتو اي واحد يقدر يلبسها. سي بور سا سميتها كوين. الماركه تاعي تاع الملابس غادي تلقاوها في هذا الموقع. شوالا مانيش باغي نحكي على الماركه تاع الملابس تاعي بزاف، قد ما راني باغي نحكي لكم واش صرالي في العام اللي فات. باغي نقول لكم بلي كيفاش خرجت قويه باش يكون درس ليكم، باسكو عبالي العام اللي فات كاع 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 قفت علينا كحل. بصح ماشي كامل الناس قدو يتخطاو الصوالح اللي صراو لهم، كاين مازال مساكين متاثرين بهذوك الصوالح اللي صراو لهم العام اللي فات. شوفي فيا ولا شوفي مهما صرالك العام اللي فات، محال تكون سوفريت قد ما انا سوفريت. مي مالغري انا سوفريت بزاف، مي شوفي يا دركا انا واش راني. دركا راني انا عندي ماركه تاعي، ماركه جديده تاع لي فيتمون، عندي كوليكسيون قد السخط الحمد لله، راني عندي اتولي تاعي، راني بخدمتي، راني انسانه ناجحه. معناها الا انا قدرت نخرج من 2020 قويه، انت ولا انت تاني تقدر تخرج من 2020 اقوى مني، تحتاج شويه اكوراج. هذا ما كان، خليني نحكي لكم 2020 علاش كانت صعيبه عليا. كان بزاف
كانوا يسقسوني دي هي اسكو طلقتي، دي هي اسكو طلقتي، دي هي اسكو طلقتي، وانا كشغل قعدت مخلوعه كشغل في راهم يجيبوا هاد الهضره. انا ما هدرت والو كشغل، انا ما هدرتش، ما حكيتش كاع على طلاقي ولا على زواجي ولا مي سي لا فيغيتي. بان وي في 2020 كشغل شوف يعني انا طلقت مع الزوج تاعي، صرا بيناتنا طلاق، وهذه حاجه اثرت فيا بزاف. انا مش عقلكم قداش هذه الحاجه دمرتني بزاف، لانه كي يعني كنهار في الوقت اللي كنت حابه نتزوج فيه كنت دايره في راسي باللي الزوجه تاعي مهما كانت الصفات تاعه فانا دائما راح نوقف جنبه وهو ثاني راح يوقف جنبي. زوج تاعي سواء مهما كان العيب تاعه انا اللي راح نستره. هذه هي الزواج، فهمي كيف انك تتحمل هذاك الانسان، تكون معاه في المليحه في الحلوه في المره، تعيشوا حياتكم مع بعض، ديروا سيفونير وتكبروا بعدا كينا وتضحكوا على هذوك الصوالح. صيف انا طلاق تاعي ما كانش طلاق نورمال، كشغل كانت صدمه كبيره بالنسبه ليا، لدرجه ولاو يحكموني لي كريز مرات بزاف، مرات بزاف. كشغل عباكي شي شي انسى يجي يشكو لي تقول لي دي هي انا راجلي منا ودي هي انا راجلي منا حابه نطلب. شوفي حبيبتي مهما كانت الصفه تاع راجلك وقفي معاه، باسكو محال غادي تطيحي في راجل كما اللي طحت فيه انايا. يعني الحاجه اللي انا الكار اللي طحت فيه عدوكم متمنهلهش، كشغل ما قدش ما با نحكي لكم، ما قدش ما با نهضر. حاجه ايماجينابل اي انكرويابل، حاجه محال تتخيليها. الكار اللي طحت فيها انا محال 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 تتخيل. عدوتك انسان اللي تكرهيها جامي تمنالها الكار اللي طحت فيه انا، يا صدقيني. وحاجه اللي ضرتني اكثر انه الزوج تاعي ماشي غير طلقت معاه وصاي، كنت اوبليجي ندخل معاه في شعال من قضيه، كان اوبليجي عليا نحكم عليه بالحبس. وي تخيل انا عمري في حياتي ما تخيلت بلي غادي نحكم على واحد بالحبس، خاصه انه الزوج تاعي. وشايفين كيفاه نطلقوا نتبعه في شعمه قاضيه ونحكم عليه بالحبس، هذه اخر حاجه كانت في راسي. مي سي لا فيريتي، هذا هو واش صرا. هذه حاجه ضرتني بزاف. مي علاش حكمت عليه بالحبس وعلاش تبعته باش يتربى، باش حاجه اللي صرات معايا ما يعاود يديرها مع حتى مرة، لانه ما كاش مراه في العالم تستاهل حاجه اللي صرا فيها، تستاهل ما كاش وحده تستاهل الشر اللي داير اللي صرا فيا انا. سي حاجه انكرويابل وما تامنوش عقلكم. شوفوا باش نجي نحكي لكم هاد الحكايه، هاد الهضره اللي راني نقول فيها راني محتاجه بزاف كوراج. محكيتها ماشي محكيت لكمش ماشي على جاكم نتوما، مي على جا لا فامي تاعي، باسكو في هاد لاشين يتبعوني لا فامي تاعي لحد الان. في هاد الدقيقه واحد في لافامي تاعي مع باله بلي انا طلقت، كشغل ما كنتش قادره، كنت ضعيفه، كنت حشمانه، كشغل جيتني كشغل هكا حاجه، كشغل شوال انا طلقت، كشغل ومشي زعما هكا نقولوا بالك ما تفهمناش ولا كاين الناس ما يتفهموش يطلقوا ماهوش عيب، زعما كشغل حاجه نورمال. ميم سب ماشي لو كات تاعي انا، لو كات تاعي حاجه كيما قلت لكم انكرويابل ايماجينابل، ما حاجه ما تخيلهاش. وكشغل تالما كنت ضعيفه بزاف ما كنتش نقدر نقول للناس بلي طلقت. حد الان حتى هاد الدقيقه لا فامي تاعي غادي يعرفوا بلي طلقت غير جوست من هاد الفيديو. جواريني الناس اللي قريهم تلاميذ تاعي ما عبالهمش بلي انا يا طلقت حتى واحد. وحكي كانوا يسقسوني اسكو فوزيت ماري، نقول لهم وي جو سوي انكور ماري، زعما مازالني متزوجه، خاطرش ما كانش عندي الكوراج نقول بلي طلقت. مازال كشغل كانت حكمتني صدمه، مازال كشغل هكا ما عقلي ما قدش يستوعب هذيك الحاجه، شغل ديجا الشوك تاع هذيك الحاجه اللي صرات، ديك البيريود اللي صرات تاع الطلاق وتاع الشرع، تاع الشرع مور الشرع، وتاع دوك في المحكمه، وتاع اوبليجي تدافع على روحك وتجيبي لي بروف والجري كاع هذاك. هذيك حاجه كشغل اصلا خلعه، كشغل خلعه كبيره بالنسبه ليا، شغل ما كنت ضعيفه بزاف. سي بور سا ما كنتش نقدر نقول لكم نتوما بلي واه فوالا طلقت، باسكو شغل ما مانيش عارفه لكم قادين تحسوا بيا، مانيش عارفه لكم قادين تحسوا بيا شافات عليا ولا محتاجيت بزاف بزاف كوراج باش نقول لكم هاد الهضره. حاجه واحده اخرى شغل سمحوا لي بزاف ما حكيت لكمش، والله سمحوا لي بصلا غالب عليا، انا بنادم والانسان ضعيف وانا كنت ضعيفه وما كنت حشمانه. نقول لا فامي تاعي حشمه، كان غير بابا وماما اللي عباله سيتو، ابي وامي فقط اللي على بالهم بلي انا اللي طلقت، هذا ما كانش واحد اخر اللي على باله. ودرك انتوما وكاع الشعب ودرك انتوما وكاع الشعب. وشوفوا نتمنى لكم جامي، نتمنى ربي سواء كنت راجل ولا امراه
ان شاء الله يا ربي جامي يطيحكم في الستيس اللي طحت فيها انا. يا ربي يا ربي ان شاء الله يعطيك انسان اللي يبغيك ويعرف قيمتك ويقدرك، وجامي طيح في انسان محتال مانيبيلاسيون اللي كانت صرالي انا، حاجه ما قدش نشرحها لكم. المهم خلونا من هذا الموضوع نقيسوه مور ظهرنا. هذه حاجه واحده اللي دمرتني بزاف، اللي صرالي شوك، ولو يحكموني لي نير، ولو يحكموني لي كريز، ولو يحكموني لي كريز ما قدش. وليت ننظر نمرض، نحس شغل نشوف الموس بين عينيا، تالمو شغل الشوك كبير، ما حاجه ما قدش حاجه ما قدش ما مانيش عارفه كيش. شوفوا ديجا لا بروف كي راني نحكي لكم، ديجا راهي قلبتني صفقه والهضره هي بدات تلفلي. اما لا خلونا من هذا الموضوع باوي، كتبوا لي شويه كلام حلو، طلعوا لي شويه المورال، ما تكونوش قاسي. الدنيا هذه ديجا راهي قاسيه عليا بما فيه الكفايه، ما خصنيش نتوما تكونوا قاسيين عليا. نتوما لازم تكونوا حبابي، خاوتي خواتاتي اللي نحكي لكم، دي لا بروف كو راني حكيت لكم هذه الحاجه اللي حتى واحد في لا فامي اقرب الناس ليا مع بالاش بيها، فهمي اقرب الناس ليا مع بالاش بيها، راني حكيت لكم ليكم نتوما، كاين غير ماما وبابا اللي على بالهم. باب ليسي طومبي، خلينا من هذا الموضوع، نبدلوا علينا كما يقول لهم نبدلوا الموضوع. حاجه واحده اخرى اللي دمرتني في 2020 هي الخدمه تاعي. انا كما عبالكم باللي ندير شيبينغ لكامل الولايات، ندير نرسل السوسيتي اللي كنت نخدم معاها بلعت بسبب الكورونا، سما انا ما وليش قادره نبعث المنتجات تاوعي لاي ولايه، تحطمت. تخيلوا طلاق، صدمه مور صدمه في الشروعات، اون بليس كي شغل الخدمه تاعي حبست، كلشي حبس. الناس كنت شوفوا حاجه اللي غاضتني، الناس اللي درت اللي انا مخدمتهم معايا، عندي بنات دي فوا كاش ولايات ما توصل ديك الشركه ما توصل لهمش، انا مخدمه معايا شي بنات في ديك الولايات، هادو البنات انا نطهر ليا فيهم، اقسم شوفوا ربي راه شاهد عليا، وعاد كيما قال لك عزه ربي في قلبي. اوكي الا نتهلا فيهم نعطي ابالك نبارطاجي معاهم بالك ربح جامي متخيلوه، باسكو شوفوني باسكو نبغيهم. تخيلوا نتوما واش صرا، انه فلاكريس هذيك انا كنت فشرع، كنت مريضه غراف، غير ربي اللي شاف فيا، وكانت خدمتي حابسه، كورونا كانت محبسات لي الخدمه تاعي، يروحوا هما اش يديروا، يخونوا لي هذوك الدراهم، داوهم كلاوهم. روح انت يقولي ديري كونفيونس راجلي، خلينا منه، هذاك بينه وبين مولاه. البنات اللي انا خدمتهم معايا اللي دارتهم كي خواتاتي دارتهم كي بناتي، هما كبارات عليا بصح اعتبرهم امانه في رقبتي، كلا ولي دراهمي خونوني، شغل خونوني. حياتي شنو نقول لكم، كلشي 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 شغل كلشي في حياتي دمر، كلشي في حياتي دمر. وليت شغل ما عليكم سمحوا لي الهضره تلفتلي سيريز، ما سمحوا لي هضره الفتل. كيش فهمكم شغل راني نحكي لكم هاد الصوالح، باسكو عبالي بزاف ناس في 2020 كل واحد كيفاش عانى، كاين اللي عانى خدمه، كل واحد كيفاش، بصح انا عانيت من كل شيء. سبور سا راني هنا نحكي لكم باش نوري لكم باللي عانيت، بصح خرجت قويه، خرجت رابحه، خرجت واقفه، فاهمه كيفاش. ربي احنا عندنا مثل اللي زالجيريان نقولوا، ربي يخلف على الشجره ماشي على قطعها، فاهمين كيفاش. فهذاك الوقت اللي كان صار لي فيه كاع هذاك المشاكل، كذبت راسي، لازم عليا من نلقى حل، لازم عليا نركز على حاجه وحده، حياتي راهي تضيع، صحتي راهي تضيع، زواجي صاي ضاع، لا فامي تاوعي ماني بعت عليهم، وليت نحكي مع حتى واحد، بغيت نقعد غير وحدي، قعدت نركز في حاجه وحدي، حاجه وحيده اللي انا دائما تسلكني هي الخدمه تاعي، حاجه وحيده اللي كي نكون في مصيبه ونتسلكني هي الخدمه تاعي، با بلوس كي نركز على الخدمه تاعي. رحت قلت لماما بلي ماما سي بون جو في انيلي تو، غادي نحبس كل شيء، غادي نبدا كل شيء من جديد، غادي نبدا ماركه جديده، نبدا حياه جديده. ايه الماركه جديده، تفكرت العام اللي فات وقيلا ولا اللي قبله، والله ماني سيور 100%. عبالكم بلي انا عندي ماركه سموها دي هي، شوفوا مكتوب كل شيء تدمر، انا نقول لكم كل شيء في حياتي، كل شيء في حياتي تدمر كل شيء. العام اللي فات كان عندي بلوتو ماركه اسمها دي هي بيوتي، كونتاكتاتني وحده قالت لي بلي هما تاني عندهم ماركه اسمها دي هي كوزميتيك. انا تماك شغل تشوكيت، رحت عند هذوك الناس شوفوا شقيت لهم حتى لدارهم، وتعرفت على هذوك الناس. عبالكم كي تعرفت عليهم هذوك الناس سكر، طاشوا علينا السكر،
شوفوا ناس طيبين لواحد الدرجه، شغل حسيت باللي انا يعني هاد المؤسسه يعني هاد لا مارك تاع ديا كوزميتيك تملكها مراه، اوكي على حسب العلم تاعي تملكها مراه، وهذيك الانسانه اطيب انسانه في حياتي شفتها. قعدت حسيت هكا شغل هكا، حسيت انسانه قريبه ليا بزاف، قعدت نحكي معاها، فوتنا وقت شباب، استضافتني في البيت تاعها، انسانه طيبه طيبه لواحد الدرجه ما تامنش عقلكم. قعدت نحكي معاها قلت لها طاطا انا تاني راهي هذه دي هي انا خدمت عليها، قلت لها طاطا انا تعبت عليها، قالت لي بان فوالا. كي شفت لي برودوي تاعهم حكمت لي برودوي تاعهم في يديك، شغل عباك شغل بغات تحكمني الدمعه. لي برودوي تاعهم هايلي تاع شحال شابين، شغل حاجه اللي كنت انا نحلم بيها، حاجه اللي كنت نحلم نديرها في يدي هي بيوتي، هما ديجا كانوا دايرينها. لومبالاج اللي عندهم حاجه انكرويابل، عندهم شعل لي او يا ربي لي برودوي تاعهم هايلين 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 بزاف. عباكم في ديك الدقيقه بدات قعدت نشوف هذوك الناس اللي راني معاهم اللي هما ديجا عندهم ثاني ماركه اسمها هذه هي كوزميتيك، شفت شعل ناس ملاح وخد يخدموا they are hard worker، يخدموا بزاف على جهد المركبة باش يوصلوها، وصارفين عليها بزاف، صارفين عليها كيما نقولوا بزاف بزاف. قعدت بيني وبين راسي قعدت نقول انايا باش نوصل دي هي الاسم تاع دي هي هذا، باش نعطيه الحاجه اللي راهم هما عاطينها له اللي قال لي امو 20 عام، اللي قال لي امو 20 عام ولا 10 سنين مينيموم زعما لا طرت 10 سنين باش نقدر نصنع لهم بالاج اللي هما راهم صانعينه. شغل الحلم تاعي تاع دي هي تحقق، هما شغل حقوه. سي بوغ سي لي شغل هذا كي تما قلت لهم برافو شابو با ولا لا طاطا اللي كنت تشوفي فيها طاطا كوكو قلت لها برافو شابو با، يعني شغل راني فرحانه بزاف لانه الاسم تاع دي هي راه في ايادي امينه، عبالي بلي هذوك الناس راح يتهلاو في الاسم تاع دي هي، راح يصنعوا لي برودوي لي دائما لوكس باسكو لي برودوي تاعهم ما شاء الله ما شاء الله، والله حقيقة اللي برودوي تاعهم ما شاء الله، ما عندي ما نقول فيهم ما عندي ما نقول فيهم. بقى حكيت معاها قلت لها طاطا فوالا انا راح نخلي الاسم تاع دي هي ليكم نتوما بس كنتوما خدمتوه خير من اللي انا ممكن نخدمه، هما قدموا لدي هي صوالح اللي انا ما قدش امكانياتي ما تسمح ليش اني نقدم الاسم تاع دي هي حاجه شابه كيما هما اللي قدموها لها، هما عطاوها حاجه شابه بزاف. كاش نهار راح ندير لكم فيديو سبيسيال ليهم لي برودوي تاعهم. المهم هذه هي جيت دركا، بعد ما جيت قعدت نشوف في روحي والو سيبون شغل يا ربي، قعدت نقول يا ربي وشنو هذا، والله تخيل حياتك كامله تحطم، دراهم ما كاين خونو، زواجك يروح، لا مارك تاعك ديجا تخليها ناس واحد اخرين، تولي والو سيبون شغل يا ربي واش ندير دركا، شغل كان لازم عليا نركز في حاجه واحده اللي هي الخدمه باسكو انا باه ننسى ما ننساش، اللي قال لي غير ركز في خدمتي باش نقدر نعيش. رحت قلت لماما قلت لها بليتو كنت مجمعه في الصاله تاعنا، شفت ماشينه تاع ماما، ماشينه تاع ماما هذه ماما تاني خياطه لما بالكمش، ماما كشو الخياطه تخيط هكا قشوكشي بصح تخيط غير لينا غير لي انا البابا يعني لا فامي، ماشي زعما ماشي خياطه تخيط للناس ولا كشغل غير هكا بيناتنا غير حنايا. فكرت بلي ماما واحد الخطره كانت صغيره شغل شحال كانت فرحانه وهي شرات هذيك لا ماشين تاعها تاع الاخر، وتفكرت انا كي كنت ندير نرسم يعني ملابس وكل شيء، رحت قلت لماما ماما عباك واش راح ندير، راح ندير ماركه جديده تاع لي فيتمون وراح نخليك انتيا تصميها يعني التصميم تاع امي وراح نصممها. قالت لي ماما شغل خلعت خافت، قالت لي هذه حاجه كبيره مسؤوليه كبيره دي هي تعطيني نصمم، قلت لها ماما اعتبريها كادو مني ليك، اعتبريها كادو مني ليك باسكو ماما وبابا هما الوحيدين اللي كانوا عبالهم لي بروبليم اللي انا كنت نفوت فيهم، وماما وبابا هما الوحيدين اللي وقفوا معايا في كاع الصوالح اللي صراو، حتى واحد ما كان عباله انا شا كنت فوت، حتى واحد ما كان عباله لا ميرد اللي راني انا فيها صوف ماما وبابا. قلت لها اعتبريها هديه مني ليك، وهذه هي كانت البديه تاع ذا كوين، كوين احلام بنسي ذا كوين، هذه هي انه الملكه ولا الملك ماشي هما اللي عايشين حياه الرفاهيه، الملك ولا الملكه الحقيقيه هما اللي تغلبوا على المشاكل تاعهم. على بها حبيت تكون ذا كوين لانه اي انسان ولا انسانه تغلب على المشاكل تاعها وتخرج قويه وتخرج ناجحه فهي ذا كوين، وحبيت تكون للرجال وللنساء وللصغار والكبار بوغ تو الموند. بالتالي فوالا هذه هي الاستوار تاعي في 2020 كيفاش تحطمت وكيفاش نط. صدقوني
دركا هذه الجهه تاعي كيفاش تحطمت. راح نحكي لكم كيفاش نط باش تكون نعطيكم انسبيراسيون، نعطيكم نشجعكم، نعطيكم الكوراج هكا. شوفوا، قعدت درت اتولي، جبت ماشينات، جبت خدامه وبديت. هذه اللي راني لابستها دركا، ديجا هذه اللي لابستها دركا وحده من لي غوب اللي رانا دايرينهم، من لي غوب اللي رانا مفصلينهم، يعني وحده من لا كوليكسيون تاعي. رجعت مركز على الخدمه تاعي، باسكو عرفت بلي حتى حاجه ما غادي تقد تنفعني في هذه الدنيا ابار الخدمه تاعي. باسكو الناس كي يسقسوك يقول لك واش عندك، واش درت في حياتك، ما عادش يقولوا لك كون يشوفك باغ زوم ضعيف ولا ما تقول اوه مسكين هذاك باين عانى في حياته. نو 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 راح يستشفيو فيك، راح يضحكوا عليك. وي سي لا فيغيتي، هادو هما الناس. لا بغيت الناس تقادرك لازم تكون ناجح، وهذه هي الحاجه اللي درتها، اني كنت ناجحه ونجحت الحمد لله. نجحت درت كوليكسيون كبيره، وهاد لا كوليكسيون صنعتها لكم باش الهدف كي شغل صنعت شعال، صنعت لي زونسومبل، صنع لا جوكينغ، صنعنا لي روب بيجاما، لي بونطالون، لي فيست كوير، صنعنا تقريبا بزاف 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 صوالح، صنعنا بزاف المحجبات تقدو تلبسو هاد الملابس اللي راني حاطتهم محجبات، درنا لكم كاتيجوري سبيسيال، يعني لي روب اللي رانا حاطينهم تقدو بايزو. شوفوا لا روب هادي اللي راني لابستها كون ديري عليها خمار غير هنايا، يعني غير فهاد البلاصه تقدري تخرجي بها زعما، يعني ولي غوب لي صنعتهم لكم لا كوليكسيون هادي حبيتها. اي لي بري، يا ربي لي بري موان شير، ما شوفوا موان شير على حتى كسمو حتى على الحوانيت، باسكو انا موالفه نشري قش، موالفه نشري غير كسموها، موالفه نشري غير شميز كنت نتاعها كي نيلون دايرو يقول لك 4500 دينار 450000، فاهمين كيفاه شوميز هادي وين تحرى اون غوب. اما انا صنعت لكم دي غوب 2500 دينار، يعني ما كاش قل من هكا محال. راني تهليت فيكم لي بري باش قاع تلبسوا وباش قاع تفرحوني، بس كل فرحه تاعي اني نشوفكم لابس شغل كي تلبسوا هكا قش، القش تاعي لا مارك تاعي تلبسوها وتبعثوا لي التصاور تاعكم وكل شيء، هذيك هي الفرحه تاعي، الفرحه الكبيره 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 تاعي هذه هي. شوفوا خلينا نحكي لكم شويه على الماركه، حكيت لكم على حياتي درك نحكي لكم على لا مارك. القش هذا الهدف منه انه تبان باللي عندك لا طاي تاع حوته، صح كيما راكم تشوفوا درك يا هدر. انايا في 2020 ربيت شويه دواره، واحد يقول الصح ربيت شويه دواره، سبحان الله لا غالب ربيت شويه دواره ما عنديش ما ربي دوار لا غالب هذا ما ربي عطاه. وكي ربيت شويه دواره ولا عندي بروبليم في القش، كي شغل حنا البنات نبغوا نبينوا روحنا شابين منا، نبغوا نبينوا روحنا عراضات بصح ما نبغوش الدواره، الدواره راهي بروبليم، دواره ما نحبوهاش، ما نحبوهاش تبان، نحبوها مدرقه على بيها الفصاله. على فكره هاد الملابس تصميم انا وامي، انا وماما اللي صممناهم، كون فاهمين كيفاه، يعني انا وماما اللي صممناهم، كاين شي صوالح انا بس صممتهم، وكاين شي صوالح ماما برك اللي دارتهم صممتهم، وكاين شي صوالح انا وامي اللي صممناهم. مثلا كيما هادو انا وماما اللي درناها، ونحب اقدم شكر كبير كبير لماما ونقول لها نحبك بزاف، وهاد لا كوليكسيون كاع اهداء لامي والاب تاعي والكامل الناس اللي حبوني اهداء لكم نتوما. باسكو غير ماما بابا اللي وقفوا معايا، وغير ماما بابا اللي كان عبالهم كاع واش كان يفوت عليا. المهم قلت لك الهدف من هاد لا كوليكسيون تبان عندك لا طاي تاع حوته، تبان تبين صدر تبين اون بليس كش ما تبينش الدواره، ماناش حابين دواره تبان، سيرتو اللي عندها الدواره كيما انا، انا راه عندي دواره كبيره عندي دواره قد حبه تاع دلاع، مانيش عارفه علاه مي راه عندي دواره قد حبه تاع دلاع. بصح كي نلبس هادو ما تبانش، ديجا دوك تشوفو في التصاوير ما تبانش كاع باللي عندي دواره والو، زعما كاع زعما ولا كنت كانيت من غير شويه زعما فتيته زعما تاع مينيون، زعما حاجه مينيون عندها دواره مينيون زعما ماشي حاجه غاب. فوالا هذه هي
لا كوليكسيون مي تشرو القش تاعي حد الان. كنت باغي نكري حانوت بس خفت، خفت تعاود ترجع كورونا ولا كاش ما يصرا ودراهم يروحوا باطل، وانا قاعد ديجا صالحي انفستيتهم في لا ماركه تاعي الجديده، فاهمين كيفاه يعني اللي هي ذا كوين، ام ذا كوين بيبي يا درا ام ذا كوين، اي ورث ات، اي ورث ات هاني، ام ذا كوين، يا سي ات اجين، ام ذا كوين. او يا ربي توحشتكم والله، توحشتكم توحشتكم بزاف. وكيما كنت نقد نحكي لكم صوالحي وكل شيء، زعما كنت شويه مديرونجي بصح كنت حشمانه، شو سمحوا لي على اللي طولت عليكم، بصح نتمنى درك تكونوا فهمتوني، باسكو انا انسانه حشامه وما نبغيش نبين الضعف تاعي، ما بغيت حتى واحد يستشفى فيا من التالي. وكي راني نقول لي استشفوا فيا ماشي نتوما، نحكي على لا فامي تاعي، باسكو لا فامي تاعي يتفرجوا لي فيديو تاعي ويروحوا يهضروا فيا في ظهري، عبالي نعرفكم واحد بواحد، لا فامي تاعي لاكم تشوفوا فيا وباغيين تهضروا في ظهري، ني عرفتكم واحد بواحد. اما الباقي نحبكم ويحبوني، وكتبوا لي الكومنتار طلعوا لي المورال تاعي، ني محتاجه شويه حب. المهم وين تشروها؟ عندي موقع سبيسيال، هو الاسم تاعه هو هذا، هو هنايا تلقاو الموقع تاع ماي نيو براند. كيفاش؟ شوفوا النهار الاول انا شو كنت ندير لكم، كنت تعيطوا لي ندير لكم الدفع عند التوصيل، يعني حتى توصل الملابس عندكم باش عاد كنتو تخلصوها كيما هكا كنا نخدمو. شو ولا بعد اللي صرا لي انه البنات اللي كانوا معايا كلاو لي دراهمي ومازال حد الان ما خلصونيش، وما راحش نطلقكم باسكو ما تبغوش الناس المليح، نتوما الناس المليح في هذا الوقت ما يعيش، نتوما تستغلوا الانسان اللي يكون مليح، قارعوني راني جايتكم غادي نشقى لكم حتى الولايات تاعكم، باسكو ما بغيتش نفوتكم في الشرع شفيتوني، قادر نفوتكم في الشرع باسكو تخدموا معايا وعندي لي بروف وعندي كل شيء، بصح شو ولا شفيتوني مالغري تو قلبي مازال حنين ومازال فيا الخير. شو ولا غادي نشقى لكم وندمكم على الخيانه اللي خونتوها لي، هذه رساله للبنات اللي خدموا معايا، وما نقدرش نزيد ندير كونفيونس في تا واحد باسكو حطمتوني في الوقت اللي انا كنت فيه في لا ميرد، كنت محتاجه دراهمي وما راحوا داو لي دراهمي وخمونوني، مشي وحده مشي زوج، حاجه ضرتني بزاف هذه. شو غادي نولوا نديروا مؤقتا؟ انا عندي سي سي بي تاعي واحد، هذا هو سي سي بي تاعي، شوفوا تشوفوا هذا، هذا اللي هنا هذا هو سي سي بي تاعي، وهذا هو النيميرو، هذا الرقم، هذا الرقم غادي تعيطوا فيه، غادي تدخل الحاجه الاولى اللي ديريها، حاجه الاولى اللي ديريها تدخلي للسيت اللي هو queenahlam.com. اوكي حاجه الاولى تدخلي للسيت، غادي تشوفي القش اللي عجبك صح، كي تشوفي القش اللي عجبك غادي ديري لا كوموند تاعك، تعمريها عادي، عمري وديري لا كوموند تاعك. غادي كي ديري لا كوموند تاعك انا نعيط لك في التليفون، انا نعيط لك في التليفون ماشي نتوما اللي غادي تعيطوا لي، يعني لما ديري طلب تاعك في الموقع اكيد راح تكتمي رقم الهاتف تاعك، راح انا نعيط لك في الهاتف، ولما نعيط لك في الهاتف راح نتفاهم معاك كيفاش راح نرسل لك السلعه، يا اما تبعثوا لي دراها في سي سي بي وانا نرسلها لكم في لابوست، يا اما نتلاقاو حل بيناتنا الا كان عندك لافامي تاعك هنا في وهران نبعث لافامي تاعك ويجيبها لك ويوصلها لك. بصح شنو هو لاباس نزيد ندير الدفع عند التوصيل؟ والو والو داود ولي عاود والو، نضريت 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 ومازال راني مضراره، مازال راني مضراره بسبب البنات اللي خدموا معايا، ما بغيتش ناديهم، ادي تروحي دخلت انا في الدين والو. وشوفوا حرصوا واحد يكتب عليكم ولا يقول لكم بلي انا دي هي، وانا عندي سي سي بي واحد، هذا هو سي سي بي تاعي، هذا هو سي سي بي تاعي. الا كان واحد اخر عطاكم سي سي بي ابار هذا ما تشروش عليه، ما تبعتوش دراهمك ابار في سي سي بي هذا اللي راني كتبته لكم هنايا، هذا هو سي سي بي الوحيد تاعي اللي انا نتعامل به صح. حرصوا تدخلوا عند واحد اخر ويقول لكم باللي بحثوا لي في دراه فيك سي سي بي، ولا يكذب عليكم يقول لكم بدلت، انا ما بدلهش من اللي زدت، ماشي من اللي زدت بليتو، من اللي وانا نقرا في جامعه وانا عندي غير هاد السي سي بي وغادي نقعد نخدم غير به صح. هذه هي يعني غادي تشرو عليا عن طريق الموقع بلا ما ربي يفرج علينا ونشوفوا. الى راحت الكورونا راني ندير حانوت، والى ما راحتش الكورونا نبرو حل صح. تابعوني في الانستغرام ولا شرو عليا من الانستغرام تانيك، يعني كان تشرو عليا من الموقع ولا من الانستغرام.
شوفوا البنات، نتمنى تشجعوني وتدعموني. عبالي بلي طريقه تاع سي سي بي كشغل شويه تعيكم، بصح الله غالب عليا. دعموني، انا محتاجه توقفوا معايا في هذه المحنه اللي راني فيها، باسكو ما قدش نزيد نعاود ندير كونفيونس لا في شركه، ما ندير كونفيونس لا في البنات يخدموا معايا، ما ندير كونفيونس في تا وحده، وما ندير كونفيونس في تا واحد. اللي فات عليا مر بما فيه الكفايه، فاهمين كيفاه. على بيها قلت لكم باللي غادي تولوا تبحثوا لي دراهم في سي سي بي اللي هو هذا، وانا بعثها لكم في لابوست كيما هكا. فوالا هذه هي. نتمنى هاد لا كوليكسيون تكون عجبتكم. غادي نخلي لكم تشوفوا التصاور تاع الملابس، نتمنى تكون عجبتكم. تعبنا فيها بزاف، تعبت فيها بزاف. كاين سوا عليكم اكثريه تاع الكوليكسيون كنت نديرها وانا نبكي والله تعبت فيها بزاف. وشغل عابلكم انا هذه هي، كي الدنيا تبغى تضربني طيحني، بالعكس نوض. اما انا لا كتشوف فيا ولا لا كتشوف فيا وباغي دير فيا الشر، حل عينك دير فيا الشر، باسكو غادي يكون دير فيا الشر غادي نوقف كتر من اللي راني عليه، ونولي ناجحه كتر من اللي راني. يعني هذه هي الطبع تاعي، اما انا مش قاش ديروا فيا شر يا ربي. والله فوالا هذه هي، راني باغي 2021 يدخل عليا وانا هانيه. لي باغي 2020 ما يدخلش عليا وانا يا دس عليكم حاجه، مانيش باغي نكون ضعيفه، مانيش باغي ندس حاجه عليكم. فوالا راكم عرفتوا اش كاين في حياتي، عرفتوا كيفاش انايا كنت قويه، عرفتوا كيفاش راني ناجحه الحمد لله، راني ناجحه، راني واقفه على كرعيه، راني قويه كيما نقول، خرجت رابحه من هذه الدنيا والحمد لله. شوفوا باش تفوتي في اللي انا فت فيه وتخرجي انسانه باللي خرجت به، قولي الحمد لله، هذه معجزه. عليكم مانيش مأمنه باللي راني خرجت من 2020 انسانه ناجحه. والله تخيلي راه عندي اتولي تاعي، راه عندي لا مارك تاعي، عندي كوليكسيون قد السخط الحمد لله، كوليكسيون هايله روعه، مصنوعه دي بون كاليتي، صانعينها بالقاطفه، قاطفه كازا موضة، قاطفه يعني غير مخيره الكوير، صانعينهم بواحد سوا يعني كل وحده باش صانعينها، كل اونصومبل ولا كل توني ولا كل موديل باش مصنوع. يعني هذه نعمه من عند ربي والله الحمد لله. الانسان شوف لفي تاع يكون ربي معاك دنيا وما فيها. باه نقول لكم نحبكم، نتمنى تكونوا فرحتوا. قولوا لي فرحتوا بيا زعما كي وليت، اسكو فرحتوا بيا كي هي حكيت لكم الصوالح اللي فاتوا عليا وما كنتش قد نحكيها لكم؟ خبروني اسكو فرحتوا بيا ولا لا، اسكو مازالكم تحبوني ولا لا؟ خبروني. انا مازالني نحبكم كي البارح كي اليوم، وراني فرحانه باسكو خويت لكم وحكيت لكم صوالح اللي ما قديش نحكيهم لا فامي تاوعي. وانا جيت هنا باش ندير لكم الكوراج، باسكو بزاف فيكم في 2020 خسر الخدمه تاعه، انا خسرت الخدمه تاعي، خسرت لا مارك تاعي. بزاف ناس فيكم بالك طلقت ولا طلق ولا تفارق مع حبيبها، انا يا كانت أسوأ زواج، أسوأ كالي طحت فيه، متمنيت وحده طيح فيه لا بروف، حكمت على رجلي بالحبس باش يتربى، باش الحاجه اللي دارها معايا ما تصرى حتى مراه واحده اخرى. الا انت يا انسان مش عارف حاجه اللي صرات لك راهي صرات لي، مي انا خرجت انسانه ناجحه، ونتمنى لك انت تاني تخرج انسان ناجح. وكما قلت لكم في البدايه تاع الفيديو، الا كنتو عندك حاجه في قلبك متمنيها اكتبها باش ندعو لبعضنا. اوكي نحبكم، تهلاو لي في رواحكم، ما تنساوش تدخلوا للسيت، ما تنساوش ديروا شوبينغ تاعكم، تعمروا الاستماره تاعكم، ونحبكم بزاف، تهلاو في رواحكم.